انا معاك باسم سمير، تيم ليدر في شركه اي سي جروب او مجموعه شركات المركز العالمي. الشركه بتاعتنا احنا لينا اكتر من مشروع في التجمع الخامس، لينا كومباوند سمارت لايف في التجمع، كومباوند ايزي لايف، كومباوند فيلات اسمه لايف فيو 1 في التجمع الخامس، ومولات في التجمع، لايف مول ولايف جيت مول ودانا مول، كذا مشروع عاملينه في التجمع الخامس. حاليا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل دلوقتي كومباوند فيلات مكانه في الشروق قصاد بوابه مدينتي على طول جنب المدرسه الكنديه، اسمه كومباوند لايف فيو 2. تمام ده كومباوند فيلا المستقله، بس هو استلامه بعد سنتين وبدانا انشاء في المشروع وشغل فيه. اسعار المتر في هذا الكومباوند بتتراوح ما بين كام وكام؟ طب انا هكلمك على باقي يعني سعر الفيلا نفسها بيتراوح من كذا لكذا، سعرها عندي بيتراوح من اول 4 مليون ل 4 مليون 600 تقسيط على 6 سنين. المساحه عندي بتبدا من اول 320 متر ل 340 متر. من 4 مليون ل 4 مليون 600. تمام، والمقدم بيبقى كام في المية؟ 20% مقدم، ممكن يتقسم على 3 دفعات وبنقسط بقية المبلغ على 6 سنين. يعني كان عندنا نظام السداد كان على 5 سنين عشان المعرض مدين فترة سنة كمان في التسهيلات في السداد. ألف شكر لحضرتك. شرفت بيك.